الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. تبكي العيون بدمعها المتورد حزنا يا لثاوى في بقيع غرق تبكي العيون دمعا فقد مبرز من آل أحمد يا مثله لم يفقد أي نواظر لا تفيض دموعها حزنا لمأتم جعفري ابن محمد الصادق الصديق بحر العلم مصباح الهدى والعابدين متهجدين رزق له أركان دين محمد هدت ولا الحزن قلبايا محمدي رزق له تبكي شريعة أحمدي وتنوح معولتايا بقلبي مكبدي رزق بقلب الدين أثبت سهمه يا الله ولما حش عشة قلب كل موحدين ماذا جنت آل الطريق وما جرت على الإسلام من صنع الذي كم أنزلت مر البلاء بجعفري نجم الهدى مأمون شرعتي أحمد كم شردته من مدينة جدي ظلما تجشمه السرايا في فدفان لم يحفظ المختار في أولادي وسواه من أحمد لم يولد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها.
المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. عظم الله أجوركم باستشهاد مولانا وسيدنا الإمام الصادق عليه السلام. بهذه المناسبة أنا أتكلم عن ثلاث مطالب فقط، ودي المطالب هي مورد ابتلاء. مرة البحث لما يكون عن الأئمة سلام الله عليهم، مرة بحث كلاسيكي عادي، يعني واحد ناول التاريخ وشوية فضائل وشوية معاجل وكلامات الإمام وأين ولد وش قد تلامذته، هذا لا بأس به في حد ذاته. بس أكو بحث إحنا نسميه بحث عملي، يعني المنبر أنا في اعتقادي صار لي تجربة طويلة في المنبر من 89 إلى الآن، يعني تقريبا 31 سنة طال عمرك، المنبر لازم يكون حلال بشاكل، يعني الخطيب لازم يتعب على نفسه يشوف شنو المجتمع شنو يعيش من مشاكل، شنو يعيش من مصائب، شنو يعيش من بلاوي. انت اتي على المنبر تسوي لك رؤيه لحل المشكله، حيث ده جالس يقول فعل يوم انا حصلت حل مشكلتي. عندنا ازمات نفسيه، ازمات اجتماعيه، ازمات اقتصاديه، ازمات سياسيه، لازم ده المنبر يساهم في تنوير الأذهان وتنوير العقول والقلوب حتى ذا الشخص يعرف شو يسوي قدام المشاكل. فالمنبر لازم يعالج مشاكل مورد ابتلاء. أما إذا صار المنبر ترف فكري ومادة تاريخية أو ظاهرة صوتية، يعني كله نعي وكذا، ما منه فائدة. ترى النعي زين، واحد يخلي حصة للرثاء، بس لا تغلب على المنبر. يعني أيام محرم الخطيب يجي عنده ساعة إلا ربع بحولها كلها نعي زحمة، الناس تبي وعي تبي موعظة عدلهم. فإذا حولت المنبر كله نعي أنت خالفت رسالة المنبر. الإمام الصادق سلام الله، إمام الرضا سلام الله عليه، يقول رحم الله من أحيا أمرنا. إذا أنت الهدف أنت صاحب الحسينية والجمهور اللي جايين غير يبون يحيون امر اهل البيت، عدلهم. الهدف هو احياء امر اهل البيت. زين انت اسال الامام شلون نحيا امركم؟ سئل الامام الرضا، هو يقول رحم الله من احيا امرنا، يعني يدعو ليك الامام، يدعو ليك بالرحمه. اذا احييت امرهم الله ينزل عليك الرحمه، ودعاء الامام قطعا مستجاب. لما الامام يقول رحم الله من احيا امرنا قاعد يدعو الامام، دعاء الإمام حتما مستجاب، مو مثل نحن إذا ندعو عندنا حواجب موانع للدعاء. يقول رحم الله من أحيا أمرنا، زي الإمام يسألونه دقق بالعبارة، كيف نحيي أمركم؟ كيف نحيي أمركم؟ شلون نحيي؟ بالنعي؟ صنقر؟ عيدان؟ لطوم؟ شلون؟ مع ان كل الشعار مطلوبه في حد ذاته وعليها روايات، بس خلينا نشوف الامام شو يقول، شلون نحيي امركم من الدرجه الاولى. شنو قال؟ قال تتعلمون علومنا وشنو؟ وتعلموها الناس، فلو عرف الناس محاسن كلامنا شنو؟ لاتبعونا. واضح الامام. فالخطيب لازم يعرض كلمات اهل البيت اللي تحل مشاكل، تتعلمون علومنا وتعلموها الناس، فلو عرف الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. شوف الحين دعاء الصباح هو كلام من المؤمنين، اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، واتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. هذه معارف توحيدية ضخمة، المعارف
إلى أين نواصل آخر الدعاء؟ إلهي من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا الذي يعلم أنت ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا ووجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. فيا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من معلومات، فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفلق. هذا دعاء الصباح، قرار مسيحي مسيحي. شوف كلام أهل البيت شلون لما الناس تتذوق كلام أهل البيت وتتعمق في معاني تتبعهم. ما زلنا في المقدمة، بعد ما ورد البحث أنا بس مقدمة. مسيحي قرن دعاء الصباح ده عليه شروح طبعا. دعاء الصباح زين، أعجب بالكلام، شاف فيه بلاغة، بيان، موسيقى كلامية، أدب راقي، معلومات حلوة، معارف إلهية، معارف أخلاقية، معارف عقائدية، صيغة الكلام جدا راقية. قال من قال ذا الكلام؟ قالوا له علي بن أبي طالب سلام الله عليه. قال ذا من علي بن أبي طالب؟ هذا عبقرية، هذا مو واحد عادي. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أبو بكر يسأل الرسول صلى الله عليه وآله، من هذا الإمام المبين الذي أحصى الله في علم كل شيء وقد أقبل عليه سلام الله عليه؟ فقال هذا هو الإمام المبين الذي أحصى الله فيه علم كل شيء. الإمام علي تشوف نهج البلاغة، عنده كلمات في كل شيء، في الاقتصاد، السياسة، الاجتماع، في الأخلاق، حتى في الجماع، حتى في الجنس، حتى في الزواج، حتى في النكاح. عبقري. قال هذا من؟ قالوا لا اسمع علي بن أبي طالب. قال ده شنو؟ أنا أريد أكون من أتباعه. شلون أنت مسيحي؟ قال ما علي، يعني الرجل ده عبقرية، ده عالم. قال إذا اسمي أتباع، قال إذا اسمي أتباع أصل مسلم. قال أصل مسلم ماكو إشكال، إذا هالعقائد دي هالمعارف في الإسلام أنا مشكلة أصل مسلم. قال بس إذا بصير من أتباع علي بصير شيعي بعد، لأن أتباع علي شيعي، يعني قال بصير شيعي مشكلة. فصار شيعي وشيع العائلة كلها وبدل أسوأهم. شوف على كلمات. الآن سمعت اليوم محاضرة لأحد أساتذتنا، يقول شفت الصحيفة السجالية وصلت إلى بعض السجون في مصر والسعودية بالذات، إلى دول المسجونين. قالوا الصحيفة السجالية على أثر قرار سامزين صاروا شيعة. المرعشي النجفي رحمه الله عليه، هذا عالم رباني، أهدى الصحيفة السجادية إلى واحد مفسر في القرآن، ناسي اسمه، يطلع في التلفزيون في السبعينيات على نظارات، كانت تذكروني. الطنطاوي. أحسن. إي. أهدى لي الصحيفة السجادية، فقال الصحيفة، قال أنا ثلثين عمري ضاع للأسف الشديد في هالمعارف لا ما معلوم. هذه الصحيفة واقعا أنقذتني. شوف، فالمنبر يا حجي لازم يصير حلال مشاكل. شلون تحل مشاكل الناس انت؟ شلون؟ كلامه القرآن حلال مشاكل، ان هذا القرآن يهدي للتي شنو؟ اقوى. صحيح. وكلام أهل البيت كلامهم نور. الشيء بالشيء يذكر، ما علي لو طولنا في المقدمة. صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. الثانية بارك الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أنا كنت أقرأ في البلاد، سمعت
سنة 93 قريت في محرم وفي رمضان هم شهر رمضان قريت في 93 ما تنسى حمل البلادي كان جمهور جيد يجي كنت متعرض لتفسير للآية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وكنت أتكلم عن ما يزيل الهم والغم هذه مشكلة إحنا أنا راح أتكلم بعد اليوم عن كل واحد عنده غم الآن مرض العصر هو القلق مو الكورونا المرض اللي مسيطر على العصر هو الكآبة الاكتئاب القلق التوتر واحد يفكر حاتي لا نوم عدل لا أكل عدل لا شرب عدل واضح ولا يفكر شلون حصل الفيز شلون حصل شغل عندي بطالة زوجة ما عندي بيت ما عندي هموم واضح ولا ده الاكتئاب قاتل زوج وزوجة متمشكلين كل يوم ضرب ومضارب محاكم عدل لو معني فعندها قلق المرأة الرجل عنده قلق على أقل مسج المرأة توصل لها قام تشيك المسج مالها ولا الله يقول لا تجسس أعطاك حل عملي يا مسج للريان قامت المرأة تتجسس يا مسج للمرأة قام يتجسس اكتشف رسائل قام يشكك عدل أنا صار عنده عقدة نفسية تعالي هذا مين هذا فلان قام حق هذا اللي معلم إذا بلشت روحك أنت في مشاكل أنت بغير عنه صحيح مصحيح الله يقول بلا تجسس صحيح مصحيح تعال يقول خلينا نتكلم عن التجسس حل مشكلة عائلية عدل اللي معلم المهم أنا كنت أتكلم عن الأشياء اللي تزيل الغم والهم من الأشياء اللي تزيل الهم والغم هو هذا الذكر اليونسي فالتقمه الحوت هذا وين راح ده يونس من المتان لما ضحكوا تجوا الواد عادي على كان بعض السجول اكو نافذه شوي خلون بنكه هذه ولا الله يفرج ان شاء الله عن جميع المعتقلين والسرى في جميع العالم المظلومين المهم هذا رايح ببطل لا نافذه لا بنكه لا يسي لا أنا أبيب مياه لا ما يصاخين هذا كل هذا وين راح ذا؟ فالتقمه الحوت بلع وين راح بطن الحوت يعني راح ظلمات لا مصابيح كهربائية يعني فالتقمه الحوت وهو مليق يعني كاهل يونس زين الحين شو يسوي بطن الحوت ويوم يومين ثلاثة عدل ولا بيتوضا بيصلي بياكل يشرب من اللي بيرتب اموره هذا يا قلق عندنا وايد قلق عندنا عدل من بطلعني شلون بطلعني لا ابوي يدري لا امي لا خالي لا مراكز الصحيه لا مؤسسات عالميه لا مؤسسة حقوق انسان لا امريكا لا احد كل ما حد عارف عني لو كل المخابرات في العالم كل الانظمه الامنيه تبي تبحث عنه ما تحصله ليش؟ لأن أكو حيتان في البحر آلاف الحيتان هذا لا يا بطل الحوت هذا ما ندري هذا المعلم فقلق يعني أنت هنا على عندك أمل تناشد منظمات حقوقية تناشد علماء تناشد مؤسسات تكتب في تويتر هناك ماكو شيء ما عنده إلا مين إلا الله عدل ولا سامي لا فنادى في الظلمات يا ظلمات دي بطن الحوت ظلمات والبحر ظلمات وده صال الليل بعد ظلمات عدل ولا ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت عدل فنادى فوق ظلمات وين يروح وين يولي فنادى فوق ظلمات أن لا إله إلا أنت يعني شنو لا إله إلا أنت لا إله يعني شنو إله إليه ثلاث معاني يعني لا معبود إلا الله هذا واحد لا إله إله بمعنى اللجوء إله إلى فلان يعني فزع إليه فلا إله إلا أنت يعني لا مفزع إلا إلى الله واضح يا من تقول دعا زي العبدين يا من تحل به
عقد المكارم، ويا من يفتأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفلك ذلت لخذتك الصعاب. هذه أكبر صعوبة، بطل الحوت يطلعني، بس الله يقدر يطلعني، الله يقدر. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيئتك دون أمرك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو في المهمات، وأنت المفزع في الملمات. هذا أكبر ملمة، فهني لا إله إلا أنت، يعني لا مفزع إلا إليك. أمن يجيب المضطر إذا دعا. شوف السؤال، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إني سبحانك يعني ما أعجب أمرك يا إلهي. سبحان تدل على التعجب. تقول أنت في الدعاء ده مستحب واحد يقرأ الدعاء يوميا 10 مرات، وفي فوائد عظيمة. من فوائدها أن الله إذا واحد يخلد الله يغفر له 4000 كبيرة، ووقاه من شر سكرات الموت وضغطة القبر وأهوال يوم القيامة وهي ما أتهون، وقضي دينه وكشف همه وغمه وفرج كربه ووقي من شر إبليس وجنونه. هذه فوائد الدعاء اللي عندها مغمدة يقرأ. شنو الدعاء دي؟ أعددت لكل هول لا إله إلا الله، ولكل هم وغم ما شاء الله، ولكل نعمة الحمد لله، ولكل رخاء الشكر لله، ولكل عجوبة سبحان الله، ولكل ذنب استغفر الله، ولكل ضيق حسبي الله، ولكل قضاء وقدر توكلت على الله، ولكل عدو اعتصمت بالله، ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 11 مورد. إذا شفت شيء تتعجب منه تقول شنو؟ سبحان الله. حين لو شفت سمكة في البحار بوش هالألوان تقول سبحان الله. شفت حصان البحر أنت؟ شلون دقيق كذي لطيف، شو الله سوى هذا؟ فسبحان الله. إذا شفت تتعجب منه سبحان الله. هذا الحوت الأزرق في البحر شايفينه؟ طوله 30 متر، وزنه الوزن ماله 200 طن. زين، ياكل في اليوم 4 طن اكل. سبحان الله، شلون الله مهيئ لهذا 4 طن اكل؟ هذا التنفس ماله تسمع من 3000 كيلومتر، يعيش 200 سنة. سبحان الله، شوف هذا الله، هذا في البحر شلون سوق لي الرزق. هني يونس في بطن الحوت مستعجب، شلون الله مبقالي حي في بطن الحوت؟ اكتشف التسبيح ده. مو تتعجب شلون واحد في بطن الحوت الله يسوق لي الرزق؟ شلون وتتعجب؟ عدل، شلون يبقي حي في بطن الحوت ما يموت؟ ما تتعجب؟ ها، شلون لما دخل في فم الحوت، الحوت عنده أبراص، ليش ما حطها بأسنانه؟ ليش ما فرمه فرم؟ ليش ما تتعجب؟ تحل لما تروح بطن الحوت يفرمك الحوت ما يفرم؟ ليش ما فرم يونس؟ ما تتعجب؟ فيتعجب ده شلون أنا في بطن الحوت والله يسوق لي. ولهذا من هذه المعاني، وذنوني إذ ذهب مغاضبا، شنو؟ فظن أن لن نقدر عليه. إيش معنى فظن أن لن نقدر عليه؟ فظن أن لن نقدر عليه، إذا تأخذ المعنى الظاهر يعني إن الله غير قادر عليه، هذا كفر. الله قادر ولا مو قادر؟ قادر، عدل وعدل. فإذا يونس يقول الله مو قادر، هذا كفر، عدل وعدل. ما يصير يقول ذا الحكي. فظن لن نقدر، يعني لها معنى ثاني. شوف أهل البيت يفسرون هنا، فظن
ظن في القرآن يعني تيقن، بمعنى تيقن إني ظننت أني ملاق حسابيا. ظننت يعني شنو؟ يعني تيقن. فظن يعني تيقن، فظن أن لن نقدر عليه. نقدر يعني شنو؟ يعني ضيق. الآية شو تقول؟ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. عدل ولا يقدر يعني ضيق، صحيح ولا صحيح؟ فهني شوف التفسير شلون. فظن أن لن نقدر عليه يعني شنو؟ يعني تيقن أننا لن نضيق عليه الرزق وإن كان في بطن الحوت. فرزق كاف لنا هذا. المهم أنا ما بطول عليك، إحنا المقدم ما زلنا. أنا قاعد أتكلم عن الآية وتفسير الآية. بالأخير الله طلعنا وما طلعنا. قام شنو قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك ما أعجب أمرك يا إلهي إني كنت من الظالمين. الظالمين يعني مو سووا معصية توجب النار، ما مرتكب ظلم مثل ما ارتكب الطغاة الآن. الظلم يعتقلون الناس ظلما وعدوانا، لا. إني كنت من الظالمين بتركي لهذه العبادة وهي التسبيح. واضح يا مولانا؟ يعني واحد مثلا ما صلى صلاة الليل، وجاء مثلا الآن سمع ثواب صلاة الليل وآثارها، وأخذ يصلي صلاة الليل وشاف آثارها الروحية والمعنوية، يقول واقعا أنا ظننت نفسي طول هالفترة هذه شنو؟ ما صلي صلاة الليل. فهني ظننت نفسي يعني شنو؟ بتركي لهذه العبادة. هذا معناته الظلم. المهم الله يقول فاستجبنا له، من بعد ما قال الكلمة فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني المؤمنين خلي يكون عندكم أمن. لو تكون في أحلك الظروف الله بنجيك، خلي عندك أمل بالله، خلي عندك ثقة بالله، خلي عندك توكل على الله. لا تهتم لرزقك، قل هو الرزاق ذو القوة المتين. انصك باب الله يفتح 50,000 باب. شلون الله طلعه في وين دين؟ في بطن الحوت. الله طلعه وهيئ له السبل وانبتنا عليه شجره من يقطين. سوى له دواء، ما طلعه بس يصير طلعه طلع مريض، بس الله هيئ له الكون، هيئ له الطبيعه، ووظف له وسائل طبيعيه حتى يشاف. عدل المعدن بركه للتسبيح. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ابدا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حد الله يعطي وعد يوفي بوعده لو ما يوفي. ومن اوفى بعهده من الله، الله يوفي لوعده. انا اتكلم ان ذي الكلمه تزيل الغيب. بحث عملي كان عندي. هاي المقدمه اخذت مني تقريبا ثلث ساعه بس لي بعد حكي جل حكي. المهم كنت اتكلم احنا عندنا هموم وايد، اللي عنده قروض واللي متمشكل يا زوجته واللي عليه اقساط سياره والجيران مأذينه والحاكم مأذنه و50 شغله عندنا. يعني لو بعدين هم وهم وايد عندنا نبي نطلع من هالهم. شيخنا الجليل قلنا نسوي بحث عن الهم والغم، نشوف القران يتكلم عنها ظاهره وما يتكلم. اكتشفنا ان هاي المساله هذا الذكر ينجي من الغم. بس شلون تذكر الله؟ مو تذكر الله بحواسك كسور، قلبك شاهي. ان الله لا يتقبل عن قلب سام. تبي تدعو لازم تمركز حواسك في الدعاء، في معاني الدعاء، واقعي اعطي توجه. ولا لا عن قلب سام ما ممكن ترتب اثر، يعني لها الدعاء له اداب، الذكر له اداب. المهم كنت انا اتكلم عن الموضوع. بعد يوم اتصلت فيها مرأة، شوف شلون الله حل، الله حل المشاكل، مو حل المشاكل. طبعاً اتصلت فيها امرأة قالت يا شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا الكلام وين؟ 93 يعني قبل 5 سنين، 27 سنة. قالت يا شيخنا أنت تقول اللي يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الله يفرج همه وغمه. لأن الله يقول بعد فاستجبنا له عدل وعدل ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله صادق ولا مو صادق؟
وهل أصدق من الله قيلا؟ وهل أصدق من الله شنو؟ حديثا. قلت لك انت قولها وما حلت مشكلة. يلا شلون تحلها يا دكتور؟ ها؟ شلون تحلونها انتم؟ لا اسألكم. أنا خطيب وأعرف طبيعة عملكم. أنتم بعد مؤمنين. كلكم ممكن تجربون أذكار، والله كل شيء ماكو شيخني. جربنا كل شيء ماكو. شو يسوي؟ اتصلت فيها تليفون قالت شيخنا اقول لي الكلمه ما انحلت مشكلتي. قلت لها خاف تقولينها بس قلبش مو في الكلمه، يعني ان الله لا يقبل عن قلب ساعه. هل انتين تقولينها واقعا في معاني الكلمه تعرفين ايش معنات لا اله؟ ايش معنات؟ ايش معنات لا اله؟ ايش معنات سبحانك؟ ايش قال سبحانك يعني؟ ايش معنات الظالمين؟ يعني هل تقولين وانتين متوجهه؟ قالت والله تقولين انا متوجهه. زين هذا الله، الله مسبب الاسباب. يا سعدني دعاء يا سبب من لا سبب له، يا سبب كل ذي سبب، يا مسبب الاسباب من غير سبب سبب لنا سببا لا نستطيع له طلبا. وهذا دعاء بعد زين يزيد في الرزق. قلت له انت زوجك مين؟ قالت لي فلان. قلت له معلم. اتصلت انا في الزوج يتسبب. قلت له طال عمرك انت تقبل الله؟ قال اقبل. قلت له تقبل بالقران؟ قال اقبل. قلت له هاي الايه في القران امساك معروفه وتسريح باحسان تقبل؟ قال اقبل. قلت له تؤمن ان القران حلال مشاكل، ان هذا القران يهدي التي يقوم؟ قال اقبل. قلت له زين. قلت له انت اختلافك ويا زوجك لو امساك معروفه وتسريح باحسان بعد ماكو حل ثالث؟ قال صح كلام. قلت له شنو المشكله هنا؟ قال هذا ابوها يتدخل. قلت له انا خلي ابوها ما يتدخل. ما استوعبت. قال اكيد شيخنا. قلت له اكيد. قال متاكد؟ قلت له متاكد. انت انا قعدت فيها المره في غرفه واحده وعندكم القران وهاي الايه هاي حلالة مشاكل امساك معروف او تسريح باحسان مثل ما اخذت بنت الناس بالمعروف الحين ما تبيها طلقها بالمعروف يا حج. هذا المعنى بعد لا تضربها كالمعلقة، خليها معلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، مو صحيح، هذا مو معلقة. وهذا ظلم. قال ما حد يتدخل، قلت له بابا ما حد يتدخل، انا اضمن لك. اتفقنا يا احد انسابهم ان احنا نروح البيت نقعد، ورحت قعدت انا وياهم انا والزوج والزوجة بس. قلت له لا حد يدري يستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، هذا اهم من احد الامور العملية. اذا عندك شيء لا تقول للناس في العالم سووا بالكتمان. فإن كل ذي نعمة محسود عندنا في الرواية. قعد وقلت له ما بتدخل بعد اكل قرآن واكل غرفة وروحوا قعدوا وتشوفوا أول شيء البند أول شيء ناقصوا امساك معروف، هل ممكن تبقون على أنفسكم بالمعروف؟ إذا ما ممكن بس تسبيح بإحسان، يعني طلق بإحسان من دون لغاوي وفضايح ومحاكم وشرطة وانتقل تجري وتفضحون أسراركم، لا بإحسان. يعني خلكم أصدقاء حتى بعد الطلاق. أصدقاء يعني من دون وقوع في حرام يعني لكم يعني أحباء أنا معنا. فقعدوا يا بعض حتى أتذكر أبو البنت عاطية المحامي 3000 دينار حتى يخلص الموضوع ما خلص. المهم قعدوا اتفقوا على تسريح بإحسان وخلصنا الموضوع ما داخل بها يعني كانت في العقد انحلت مشكلة. وتزوجت وجابت أولاد وذاك تزوج جاب أولاد انتهت المشكلة. حتى يقول يا شيخ لو انت تدخلت كان عندنا مشكله في المفهوم في معاكم 3 سنين كانت مشكله. بس الله سبب الاسباب. شوف من المنبر شو المنبر صح ولا من المنبر اختيار الخطيب للماده الراقيه والصحيحه ولا تحل مشاكل تسمع المراه تتصل عدل يصير شوف الله شلون سبب الاسباب وانحلت مشكلتها بالاخير. فالخطيب الناجح لازم المنبر مالي يصير حلال مشاكل يخلي رؤية يعالج. احنا الليلة نتكلم عن 3 نقاط سريعة بعد لان المقدمة وايد اخذت من وقتنا. الامام الصادق سلام الله عليه في اواخر حياته طرح 3 مطالب 3 اشياء طرحها. دائما الانسان في اواخر حياته
الإمام الصادق رجل عظيم، علماً فهماً إخلاصاً تقواً، بعدهم خزان العلم، منتهى الحلم، أصول الكرم، شجرة النبوة، موضع الرسالة، مختلف الملائكة، مهبط الوحي والتنزيل، بعد النوم هاي أخو معالج كان بحر العلم، مصباح الهدى، والعامل المتهجدي. طرح ثلاث قضايا دي، دائما شوف اللي ما عيسى الله عليه في وصيته آخر حياته طرح قضايا وايد. الله الله في نظم أمركم، الأمر المعروف، نعمكم، الأيتام، إصلاح ذات البين، وايد من طرح العمل بالقرآن. دائما الإنسان في آخر حياته أكو شغلات مهمة يطرح. خلينا نشوف الإمام الصادق آخر حياته، يعني اليوم استشهاده، قبل الاستشهاد طرح ثلاث أمور، ثلاث أمور جدا مهمة بالنسبة لنا وللعالم الإسلامي كله، وخصوصا بعدنا الشيعة. أول مسألة طرحها، طبعا دخل عليه بعض الأصحاب، الإمام من شدة السم في بدنه، ما نبغى نصيبه بس بشكل عام، لما يعني سر السم في بدنه تقطعت أمعاء الإمام سلام الله عليه، أخذ يشعر كأن أمعاءه تقطع بالسكاكين. يقول ويل ذبل الإمام، صار ضعفان، ما بقي منه إلا الرأس فقط، وكان يستند إلى الحائط بوجهه والباب من ورائه ظهره، وضع جدا مأساوي كان. دخل علي أحد الأصحاب، طبعا ما يتألم، شاف الإمام هالحالة بكى، فقال الإمام ليش تبكي؟ قال كيف لا أبكي وأنا أراك في هذه الحال؟ شوف الإمام شنو قال، هذا مطلب حاول نغطي بسرعة. صلى على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طال عمرك، قال الإمام إن المؤمن يعرض له أو يعرض عليه كل خير، فإذا قطعت أعضاءه كان له خيرا، وإن ملك المشرق والمغرب كان له خيرا. المؤمن إش ما تنزل على مصيبة الخلف ما وقع فورا، سجن، شرد، ضيق، دائما فلسف الحدث على أنه يسعد. يوسف الصديق ألقي في بيعة تلك مصيبة، بيع بدراهم معدودة مصيبة، ضايقوا سجن مصيبة، كل هذه الأحداث سلبية، بس هو نظر لها على أنه شنو لصالحه، هذا قضاء من الله بس لصالحه، واضح؟ حتى هناك في حكمة من دي القضية. فلما أنت تنظر إلى أي مصيبة عندك إنه لصالحك وإنه لنفعك، حتى لو لم تدرك وجه الحكمة الآن، ممكن بعد 10 سنين تعرف وجه الحكمة. يوسف الصديق متى أدرك وجه الحكمة؟ بعد 20 سنة. الله يبي يخلي ملك مصر، هذا لا يبي يخلي الحكومة بيده، فجير له الأحداث بطريقة إنا مكنا ليوسف في الأرض، إنا كنا ليوسف، الله خطط له في غيابة الجو مصيبة، بيع بدراهم معدودة مصيبة، سجن بعد مصيبة، كل مصايب بس لصالحي بالأخير، كان خيرا له. ملك مصر الكنوز كلها بيده، أول شيء استلم حقيبة وزارية، قال لي ملك مصر شوف جلة الأحداث، ملك مصر يشوف رؤية في المنام، وبعدين ذاك اللي كان له في السجن طلع وقال لي اذكرني عند ربك، فنسي، فلما شاف الرؤية الملك قال أنا عف تحليل الرؤية، رادع عليه وشوف الله جينا عليه الأحداث، فلما وعرف مظلوميته وقال لي سل النسوة التي قطعنا أيدينا، قصة كلها يعني، فثبتت براءته وعفته وشرفه. شوف واحد بعد كون يكون تقي الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا بعد من أحد الأسباب. المهم قال لي إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال لي اجعلني على خزائن الأرض، استلم حقيبة وزارية. ولهذا يجوز انت الان في اي حكومه ظالمه، حتى لو كانت ظالمه، تقدر تشتغل مع الحكومه الظالمه، تستلم حقيبه وزاريه وتخدم بها العباد وتقضي حوائج المؤمنين. شو استفدنا؟ قال لي اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم،
خزايا وعشان البترول والزراعة والتجارة، نص البلد بيده، اقتصاد البلد بيده. فقال لي جعلني على خزائن الأرضية حفيظ العليم. حفيظ يعني ما أبوك، أمين، وعليم يعني عنده خبرة في الشغل. عدل وعليم، إذا تي واحد تخلي موظف في مكان لا هو خبرة في الشغل ولا عنده أمانة، خرب الشغل. هم قام أبوك هم خرب الشغل. عدل وعليم، فأحد مشاكلنا إحنا إيش متخلفين في أمورنا الاقتصادية والسياسية، إيش متخلفين؟ لأن على اللي على زمام الأمور في أي موقع كان، وزارة عدل، وزارة شؤون، وزارة اقتصاد، إلا هذا إذا مو خبرة في الشغل وما عنده أمانة يخرب الشغل ما يخرب. فإحنا لازم نأكد على الكفاءة العلمية والنزاهة الأخلاقية في اختيار أي فرد. مو الموظف اشخاص على اساس محسوبيه، والله هذا ولد عمي ولد خالي، هاي يعني من جماعتنا، هذا من حزبنا، هذا من خطنا، هذا الخطيب انا ما اجيبه يقرا لانه مو من جماعتنا. الحكي الباطل من جماعه من هو؟ من جماعه قربان. شوف من جماعه محمد. وين محمد؟ على بعد. لا هذا ما يقلد المقلد مالي. شوف الجهل مالهم، هذا يقول بالتطبير، هذا ما يقول بالتطبير. شوف الناس مخفضين يقيس هذا يعيد التطبيق، يعني ما اجيبه هذا يجيب هذا مقاييس باطلة. من احد التخلف اللي عنده ادارات المراتب الحزبيه الضيقه يخرب الشغل. يعني انت مو تقعد حكومه عند حزبيه ضيقه، لا انت عندك حزبيه ضيقه، انت والمادر عندك حزبيه ضيقه، انت والموقف عندك حزبيه ضيقه، انت مضيع الاولى التالي. الجهل المعالي يقول الجهل رأس الشر كله. انت جاهل، انت بخطيب تفحص الخطيب يقلد مين؟ انت ايش عليك الخطيب؟ انت تطلب منه شنو؟ آيات، روايات، أمثلة، قصص، مسائل شرعية، قوريز، مصيبة في أمانة. هذا ما عليك. لا، يبي يفحص الخطيب انت تأيد التطبيق لما ايش عليك بالتطبيق؟ ما هو تبي تقول صدق وصدق الشغل يا ولد. أنا فاشل لك ليش الحسين نهار شنو أخلاق الحسين؟ شنو هذا وظيفتي أنا؟ أنت تمنع الخطيب أو الرادود أو لأنه مو من جماعتي، هذا غلط، هذا مو كفاءته. اجعلني على إني حفيظ العليم، هذا مو عليم، ده جاهل ده. تجيب رئيس القاف لا عنده أمانة، لا عنده علم، لا عنده فهم، يضيع الأوقاف كلها. اي واحد اوقاف، وزير داخليه، وزير اقتصاد، اي مكان اذا ما عنده علم ولا عنده خبره ولا عنده امانه ضيع الشغل كله. فاي حدث يصير لك فلسف الحدث على انه صالحك. سلم يا امر الله، انت في غابه الجب، في ظلمات الجب، والدوس وضعوه بدرهم معدودة، أذلوا النبي بس لصالحك. سلم إلى الله من رضي. هذا شوف أمين، شوف كلمة صدق مفتاح حلت مشاكل. من رضي بالقضاء استراح. هذه واحدة. من رضي بالقضاء طاب عيشه. طاب ارضى بما قسم الله لك. النصيب يصيب ولو كان بين جبلين، وفي السماء رزقكم وما تزرعون. انا الشيخ العرابي، انا الشيخ، احنا كنا موظفين في الاوقاف، فصلنا في 2014، فصلوني حراتبنا شلون، وضعنا شلون، من وين بيب ومن وين باكي. أنا أقول هو الرزاق ذو القوة المال، الله بيدبر أموري. ورتب الله أموري، حصلت مبلغ أنا أقول بسنين 60,000 دينار، يعني راتب 10 سنين. إذا إحنا راتبنا 500 دينار في السنة كم ناخذ؟ 6,000 دينار. عدل ولا 60,000 دينار حصلت من حيث لا أحتسب. شو رأيك بالحسوب؟ الله دبر أمورك بطريقة أخرى. فشوية عيث منها منها يقول حصل
الله هو الرزاق. هذا لا نقول ما هذا في صحيح. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. رحت خطبت ما أعطوك مرن، أو رحت صارت عائق والخلفي ما رقى، الأولية ما صارت، الثانية ما صارت، الرابعة صارت، يقول الحمد لله. وبعدين تكتشف إن زين الأولى ما صارت، الحمد لله إن الثانية ما صارت، الحمد لله إن الثالثة ما صارت، صارت الرابعة. الله يكشف ليك الأمور. سوي أمير من سلام الله عليه، كيف تعرف، كيف عرفت الله؟ قال عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم. لما همت بأمر الله حال دون أن يحقق بالأمر، فعرفت أن المدبر غير واضح. تروح ولا شغلة ما تصير، بعدين تكشف تقول الحمد لله أنها ما صارت، لو صارت تعرفوها. فأي شيء صار عليك من حدث سلم إلى الله. نعم الطارد للهم الرضا بالقضاء. ارضى عن قسمك، اللهم اجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الاحوال لا تقل روحك. شيء حبيت وحده وما صارت، ما صارت، الله يبلك وحده غيرها. خسرت في صفقه ماليه مو مشكله، الله تعوض مكان ثاني. هذا اللي وانا الحين بعض الشباب مثلا ما هذه والله ميت عليه بابا، شو ليش ما صارت في جهنم واحدة ثانية الله يرزق أحسن منها وأجمل منها وأطيب منها. توكل على الله. في واحد كان يبي ينتحر، جاء لأحد العلماء يحب واحدة ما عطى، قال له راح ينتحر. ترى في ناس انتحروا، أنا عارف ناس. قال لي العالم انتحر اصبر له ما ليش اللي لازم عاد ينتحر الحين اصبر له ما عشان الله كريم والله يقضوا من فلك لفلك الله يعني يفرجها. بعدين انتظر لبكره ما انتحر. المهم العالم قال لي العالم لعل الله يرزق مره ثانيه وفي السماء وشويه قاعد يسوي غسيل دور محترم خلاص ما انتحر. فالواحد رضى بقسمته يرتاح. في الحديث القدسي عبدي عبدي ان رضيت بما قسمت لك أرحت قلبك وبدنك وأنت محمود، وإن لم ترضى بما قسمت لك سلطت عليك الدنيا تركض فيها كركض الوحش ولن تنال إلا ما قسمت لك وأنت مذموم. دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع. خلك قنوع. وهذا الوقت انتهى. بعد صلى على محمد وعلى محمد. اللهم صل على الثانية بعد الخير. هات خلنا نكمل هذه. أول شيء الرضا بما قسمه الله. اطرد واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين. هذه قاعدة. إذا كان كل شيء بقضاء وقدر فالحزن لماذا؟ انت يوسف الصديق الله مقدر عليك تكون في غيابة الجو، مقدر عليك تبيع بدلها معدودة، مقدر عليك سجن، بس هذا كله لصالح. اذا كان كل شيء على قاعدة بقضاء وقدر فالحزن لماذا؟ ليش حزن؟ هذا واحد. اثنين، اثنين اكو وحدة اسمها سالمة جاري عن العمارة. قال لها يا سالمة أعطي الحسن ابن علي 70 دينار وأعطي لفلان كذا وكذا وأعطي لفلان كذا وكذا. قالت سيدي هذا حمل عليك بالشفرة، هذا حمل على الإمام يضرب بالسكين، شلون تقول له 70 دينار؟ فقال الإمام هل تريدين أن لا أكون من مصداق هذه الآية؟ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الله يمن بصلة الرحم صحيح. وقال لها إن الله خلق الجنة وطيبها وطيب ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة 2000 عام
لا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم. فأكد على صلة الرحم واحترام الوالدين. احترام الوالدين لو واحد بيتوفق في حياته خليه يبر أبوه وأمه. شوف ده حد حسين عالي في كتاب أنا قريت عنه. رجال عملاق في التجارة رحمة الله عليه، قام يساعد ويبني بيوت هذه الأولاد تعرفوني. من أحد عوامل التوفيق مالي أنه كان بار بالوالدين. البر بالوالدين وصلة الرحم تزيد في الرزق. الإسلام حاول يقوي العلاقات الاجتماعية حتى العدو تحاول تكسره. هذه مسألة. عندك أعداء كثيرين حاول تزورهم. مر عليهم. تتفقد أحوالهم. العدو كسره. ملك مصر كان كافر. شاف الرؤية في المنام عدل ولا؟ يوسف الصديق شنو كان معاه؟ كان إيجابي ما كان سلبي عدل ولا؟ فسر له الرؤية عدل ولا؟ قال له أنت يوم لدينا مكيونة من الحياة كما كسر. شاف منه العلم، العفة، الشرف، الحكم. أنت تبي تنجح البلد. البلد وين كان على رأسه نفترض حاكم؟ غير مصر نفترض. اكسب الحاكم، زور الحاكم، خلي يشوف كلماته بحكمته كأخلاقه. يقول تعال عندنا معادن طيب ممكن تكسب الحاكم. فاكسب العدو. هني لما امر الامام للافضى 70 دينار مع انه كان عدو بس يريد يكسب العدو. اكسب العدو. اكو ناس تروح الى هولندا. أنا قريت في هولندا في أمستردام 3 سنين 35,000 راجع عراق. هم جوازات عندهم، هم خدمات صحية ورواتب. هولندا كفر بس عندهم مجال إنساني. عندنا ما عندنا. دول استفادوا من الكفر. قالوا نروح هناك نعمل على أنفسنا. صحيح أنت أكو عندك فرص. الكافر موفرين عليك. ليش ما تستلم فرصة؟ هذا اللي أكو يشترون أسلحة من الأمريكان. أمريكان شنو؟ بس عندهم صناعة متطورة. اليابان هم بوذيين. أكو تستفيد من غسالات جابانية وسيارات جابانية. الألمان بعد كفر. أكو تشتري سيارات ألمانية وتروح تتعالج في ألمانيا. إذا دولة كفر بس قاعد تتعامل لهم إيجابية. عدنا معك. إذا أنت عندك عدو جارك، صديقك، زوجات، إن من أزواجكم وأولادكم شنو عدو لكم فاحذروهم. عدونا تدي الزوجة حاول تكسبها ممكن تتحول إلى عدو يوم من الأيام ترى. صحيح. أنت في بيتكم تصير عدو. النبي الزوج بعض زواج النبي كان لأجل كسب الأعداء لكسب المناوئين. عدونا شوف اكسب العدو. لا تزيد من عداوة العدو لحجي من صالح. العدو أقوى منك. ينسف وينسف أبوك وحبايبك ونسفك كله. وسويت مقابر جماعية في العراق. لا زال العراق متأذى من العهد السابق. صحيح. وسوى حرب 1,500,000 نسمة راحت في الحرب العراقية الإيرانية. ليش يا حجي ليش؟ كلمة واحدة من أحد المسؤولين الإيرانيين استفزت صدام. صدام استفزه يا أخي. لا تنفذ أحسن من هذا. إذا حاج انت أكو ناس شغلتهم نرفزت أعصابه. هذه الزوجة تنرفز أعصابه. ياك مسج. ها مين اتصل؟ بابا صلى على النبي. وش ليش هالسؤال؟ وتحقق وتتصل في الشخص اللي يا مسج وتفضح قدامنا. أوه سألك ما يقول ليش ليش تنفذ أعصاب الرجال؟ ليش تدوري مشاكل اللي في بينها؟ والرجال بعد شاف مسج عند المرأة زين صورة أو مسج تعال هذا مين شلون كذي وسوي مشكلة ما قدر عليها. خلكم حبابين لطفاء احملوا بعضكم على محمل من خير. مرة واحد ينزل يوقف ويا واحدة وطاف واحد اعتقد عمر بن الخطاب. فالنبي ناداه قال له تعال. قال له ترى هذه يعني
زوجتي ها لا بنت لو انت سيئة تحملني على معه. قلت له النبي عنده علاقات غير مشروعة ولا لا هذه زوجتي يعني يبي صح احلي احنا ترى وايد بعض الاختلافات والزعل يصير لان احنا ما نحمل بعض على محمد. اتصلت في واحد ما شال التليفون مرة مثل ليش ما يشيل ذي ايش قد سخيف ذي ايش قد من حظ ذي وحطيت عليه ما ربي لأنا في الحمام بالرياض لأنا مخلينا عسانة بعدين ما ادري الحمد لله انا محمد خير لا بسرعة تستعجل في اطلاق الاحكام هذه مشكلتنا. فصلة الرحم هذا شيء ثاني وايد عندنا احنا مشاكل. الاب مات الاب الاب مات بدل ميراث يسوي مشكلة بين الاقارب نزاعات وحروب وقطع روابط ليش على ميراث وقطع رحم على ميراث. لو هذا الوالد الموصي وموزع الامور قبل ما يموت ما دري عليه حكمه شويه ومن يؤتى بحكمته فقد اوتي خيرا كثيرا. صعب فحاول انت الارحام تكسبهم ابوك تكسبه عمك تسال صله الرحم تزيد في الرزق تطير في العمر وتخفف الحساب يرونك. قوي علاقاتك الاجتماعية حتى مع العدو حتى مع العدو. هذا اثنين الرضا بما قسمه الله هذا واحد. اثنين تقوية العلاقات الاجتماعية خصوصا مع الأرحام بر الوالدين. ثلاثة الصلاة الإمام قال له أم حميدة اجمعي بيني وكل من أقاربي وأرحامي يبيهم يمين كل مكان يبيهم. شو بيقول الإمام؟ جمعتهم كلهم فقال إمام كان يغمى عليه بأبي وأمي وضع كلش حاجة الإمام يغشى عليه ساعة بعد ساعة. تقول حتى أبو بصير لما دخل على أم حميدة قالت لي لو كنت جاي شفت العجب العجاب من الإمام كان يغمى على الإمام ثم مرة واحدة قال اجمعي بيني وبينه كل أحد بيني وبينه قرابة فجمعت له الأرحام والأقارب. بس سطر واحد قال لي قال إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. الصلاة عمود الدين. شوف احنا مجتمعنا اكو جرائم اخلاقيه سرقات عندنا جرائم قتل عندنا غيبه تهمه نميمه نزاعات هذا المجتمع كالسجون موجوده. اكو عندنا مؤسسات شرطه عندنا محاكم عندنا قضاء عندنا بس الضابط الوجهي ما زال الوضع امنيا. اكو سرقات تصير قتل قاعد يصير عدل معلم سرقات قاعد تصير نصب احتيال قاعد يصير مخدرات الى اخره وين عندنا انحرافات. يعني هاي المؤسسات لحد الان ما ضابط الوضع عدل جيران عندك كذا عندك عرفت اعراف تقاعد اجتماعي كلها موجوده يعني يسمونها وسائل ضبط شرطه مراكز شرطه نيابه محاكم قضاء حكومه انظمه كلها موجوده لكن قتل موجود ولا جرائم موجود ولا اذا مين اللي يحقق لنا الامن في المجتمع؟ الصلاه. ليش الله يقول ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. صحيح ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا اذا اصيب بفقر او مرض يجزع واذا مسه الخير منوعا اذا صار عنده اموال يصير بخيل. يعني هذا قاعد يعيش امراض نفسيه للشخص. البخيل مريض نفسيا اللي عنده جزع هم مريض نفسيا. مين اللي عالج لي الامراض النفسيه دي؟ مين اللي يحقق لي السلام الداخلي؟ السلام. ان الانسان خلق هلوعا. شنو معنى هلوعا؟ اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. عاد يا مصر الذين على صلاتهم دائمون. ان صلتي الصلاه تعالج لي الوضع النفسي اللي حقق لي الامن الاجتماعي والسلام الداخلي والصلاه. الا بذكر الله تطمئن القلوب واكبر ذكر لله هو الصلاه. شو يقول لموسى؟ ان اخترتك فاستمع لي ويوحى الى ان يقول له واقم الصلاه لذكري ادلهم عني. وشو يقول في ايه ثانيه؟ اذكروني اذكركم. صحيح يا مصر
فإن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. وعدي يستخف بالصلاة. أكو آثار جدا وخيمة للي يستخف. صلي صلاة أول الوقت. يكذبون. قل له فما لا حجة. صلي بعدين الزبون. الله هو الرزاق. واعبده واستمر لعبادته. لا نسألك الرزق. نحن نرزقك. أنت روح ورا الصلاة أصبر. قل له زبون بعدين. لا تفكر ان انت بتخسر الزبون. الله يرزقك. شوف الآية حلوة الآية. رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته. لا نسألك رزقا. نحن نرزقك. لا تفكر ان انت اذا اخذت الصلاة الله بيرزق. لا. او تحصل رزق. لا. الله هو الرزاق. انت صل في الوقت والله بيرزقك. والله الله. في الحديث عن الزهراء سلام الله عليها تنقل عن رسول الله: من تهاون بصلاته من النساء والرجال ابتلاه الله بخمسة عشر خصلة: ستة في الدنيا وثلاثة عند الموت وثلاثة في قبره وثلاثة يوم القيامة. أما الستة اللي في الدنيا شوف معاقبتها، هذه عقوبة من استخف الصلاة. ما يصلين ما يصليها في وقتها. فخلف بعضهم خلف أضاعوا الصلاة. وما يصلي أضاعوا الصلاة يعني ما يحافظ على أوقات الصلاة، ما يحافظ على شرائط صحة الصلاة، ما يحافظ على حضور قلبه في الصلاة. يصلي لكن فكره كان ثاني، حتى يشكك بين الثالثة والرابعة. نحن في الثالثة والرابعة، ليش تشك أنت في الثالثة والرابعة؟ لأن ما مركز في الصلاة. واحد شغله مثلا ألمونيوم، شغله حدادة، شغله نجارة، شغله زراعة، شغله بناء، فكر حل الانتر ده شنو الصبة مالته. هو فالله الله أكبر. هذا تفكر في التشيك اليوم اللي سدد في السيارة، صارت يصلي وهو فكر في السيارة والبناء أو حتى الخطيب يفكر حل شلون يهيئ المطالب. والله مشكلة، هاي ما صارت الصلاة دي. فطال عمرك لازم تمركز. إن الله لا يقبل من قلب إنسان يستخف بالصلاة وقتاً حضوراً للقلب آداباً. واحد يصلي يوم ويترك اسمه. مشكلة دي. شوف واحد أتبي الزوجة بنته، البنت تحب واحد ويتبي وهو يبيها، قال أنت متى يصلي لنا؟ بعدين تكتشف إنه ما يصلي بعد الزواج. شلون؟ لأن الحب يعمي ويصوم على الدوام. فالصلاة مهمة. لزوجي ممن ترضون دينا وخلقا. دين يعني شنو؟ يعني عنده التزام بالواجبات تارك للمحرمات على الدوام. فيقول: فأما الستة التي في الدنيا، شو عقوبة المتعاون بصلاة؟ أما الستة التي في الدنيا يرفع الله البركة من عمره. كل مشاكل كل بلاوي، لو صحية لو نفسية لو هذا واحد. يرفع الله البركة من رزقه. رزقه مو الله. يمحو الله سماء الصالحين من وجهه، وهي كلها مسود ما في نور. أربعة: كل عمل يعمله لا يؤجر عليه. خمسة: دعاءه لا يرتفع، يعني دعاءه مستجاب. ستة: ليس له نصيب في دعاء الصالحين. وتقول لكم الدعاء ما حد يعلم، أو دعاء الصالحين ما استجاب في حقه. هذا في الدنيا كل مشاكل الحياة. وأما عند الموت يموت ذليلا ويموت جائعا ويموت عطشانا، فلو سقي من أنهار الدنيا لم يروى عطشه. هذا عند الموت. وأما في قبره يوكل الله له ملكا يزعجه في قبره. هذا واحد. اثنين: يضيق عليه قبره. ثلاثة: تكون الوحشة في قبره. ما تقول الله اللهم أني أعني على سكرات الموت، أعني على ظلمة القبر وحشة القبر. صحيح. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي. هذا من اللي يزيل هذه المحافظة على الصلاة.
وأما التي في الآخرة فيوكل الله به ملكا يسحبه في صحراء المحشر والخلائق ينظرون إليه. لا حول ولا قوة إلا ويحاسب حسابا شديدا، هذا اثنين، ولا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. هاي 15 عقوبة للمتعاون في الصلاة تسوى يد الإمام أكيد. تبون مجتمع آمن، تبون سلام داخلي، التزموا بالصلاة. إيه نسألكم الدعاء ثلاث أشياء عملية مطلوبة: الرضا بالقضاء، اللهم اجعلنا شذوذ في زيارة الجامعة أول ما زور بين أئمة أو أمير المؤمنين أو أي إمام، اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك، هذا أول مطلب. صلة الرحم للوالدين، هذا لها أثار عملية وتكسب الناس والعالم. والثالث الصلاة. عن الإمام يقول هالوصايا أبو شوب يا حاله: أخذ السمر يسري في بدني. الله تقول رواية الإمام، بس ما بقى من إلا الرأس، هيكل عظم يعني الإمام، نحيف ضعيف ما يقدر يحرك رأسه، لا رأسه بالحال. سر السم في بدني إلى درجة أخذت الآلام والأوجاع تضرب في بطنه وأحشاه، أخذ أشعر بأبي وأمي كأن أمعاه تقطع بالسكاكين وأن أحشاه تشرح بالمواس. أيوا إماما، أيوا مظلوما، يعاني سكرات الموت يقبض يمينا وشمالا إلى أن دنت منه الوفاة، أخذ يوصي بوصاياه بينما هو على هذه الحالة، إذ علق جبينه وسكن لينه وعطف على لينه وأسبل يديه ومدد رجليه وغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة. رحم الله من نادى وإمامه وسيداه ومظلومه، غمض عيونه وقطع وينه وفاضت الروح وارتفع من بيت ضجيج الحرم والنوح. الله ولا أحد سماوات العلي والقلم واللوح، وسط القبر نصبت له الزهراء عزيه. الله تنادي ولادي ما بقى منهم شريدة، ما بين ظامي والعطش حزوا وريدة. هذا معذب بالسجن يرفل بقيده، وما بين هايم خوف من حتف المليه. الله وجاره على اولادي وبقى خالي نزلهم، هدموا عليهم سجنهم حتى طفلهم، بجعفر أبد ما تنسي فعلة عجله. يا الله أرده غيل وجدد إحزاني عليه، غالب سمى وفيت قلبي أمس المين، وجدد علي بالطفوف مصيبة حسين وخلى عليه
الدين على عصبة الدين وصارت بني العباس أعظم من أمي أولاه من شال الصاد فوق نعشين ودوه للمسجد وداره بقت وحشه وباب الحوايج نوب يفيق ونوب يغشه ونادي ابوي عيشتي ما هي هنيه اقول وهم يحملونه اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، سهل مطالبنا، يسر أمورنا. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة يا الله، وذنوبنا به مغفورة، ودعاءنا به مستجابة، واجعل أرزاقنا به مبسوطة، وهمومنا به مكفية، وحوائجنا به مقضية. وإلى أرواح موتى المؤمنين والمستمعين والمؤسسين لهذا المجلس الشريف، لا سيما نهدي ثواب مجلسنا هذا لروح المربي الفاضل السيد حميد عمران، إلى روحه وأرواح موتى المؤمنين رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة قبلها صلوات. صل على